التعليم بالنسبه لي مهم، لان انا ما كررتش قبل كده في دير جست، ما كررتش قبل كده هنا، وده حدث مهم بيحصل بشكل سنوي تقريبا بقاله 15 سنه. بيحضر جه هنا اكبر واهم الهجوم في البلد، في العالم العربي كله، فاكيد مبسوط ان انا موجود وشكرا للجمهور. يمكن مسلسل لدينا اقوال اخرى ان النجاح كبير، خاصه بعد عرضه على القنوات المصريه، مع انك كنت زعلان في الاول ان ما كانش بيعرض على القنوات المصريه في السيزون رمضان. اكيد لما بتبقى شغال على رمضان ومركز وما بتنامش في اخر ايام تصوير عشان تلحق رمضان وتعرف ان هو مش هتعرض، احساس طبيعي انك بتتضايق، ولكن لما اتعرض بره رمضان يعني اتراضينا، انبسطت يعني. قصه حب فيلم جديد داخل فيه، كلمنا عن تفاصيله وكواليسه. قصة حب فيلم مهم جدا بالنسبة لي، لأن بعد الهرم الرابع ما عملتش حاجة، وهو فيلم صعب ورومانتك كوميدي، يعني هو فيلم صعب ولكن بسيط في الآخر، فيا رب الناس تحبه وهو ينزل إن شاء الله في شهر 2. بعد الهرم الرابع كان فيه توقف شوية، ليه التوقف ده؟ والله موضوع، يعني كنت بلاقي موضوع.